لا أستطيع أن أتفهم ولا أتقبل القيم والفضائل والمعالي النبيلة إلا حين تكون معممة شاملة للكل، حين تكون للطائفة، لقبيل من الناس، لي وحدي، لك وحدك، لها أنا كافر بها بكلمة. هل يمكن أن يكون للحرية معنى عند رجل يحب الحرية ويزعم أنه حر لكنه يعيش بين عبدان؟ أبداً والله. حرية الحر بين عبيد كما قال أفلاطون هذه ليست حرية أبداً، هذه عبودية من نوع آخر. وحرية تستعبد الآخرين لا تفهم ما هي الحرية، لم تجد نفسها، الحرية لم تتعرف على ذاتها، لم تعي ذاتها. لكن أكون حراً بين أحرار، صحيح؟ طبعاً بين عبيد، أنت لا تدري هل أنت حر أم عبد، لا تستطيع أن تعرف لأنه عبيد هؤلاء. لكن بين أحرار، رأسك برؤوسهم، قامتك بقاماتهم، تقدر تعرف حقيقة وجودك، ثقة لك، صح؟ يعني جيب لي واحد بيدعي العلم، حطه من جهلاء، هل يظهر أنه عالم؟ لا يمكن، وهو نفسه يمكن أن يختبر إيش؟ عالميته، لأنه إيش ما يقول؟ يؤمنون برؤوسهم، مثل تنابرد السلطان عبد الحميد، إيه مظبوط، والله صحيح، عبقري، أينشتاين عصره، ما شاء الله، عظمة على عظمة، نور على نور، الله ينور، شو أحب جهلاء، شو المصيبة هذه؟ لكن حط لي مفكر بين المفكرين، عالم بين علماء، يصبح واثقا من ماذا؟ من عالميته إن ثبتت. إن ثبتت وتبرهنت. افهموا هذا. فحر بين عبيد ليس حرا، هو عبد أيضا من العبدان. كريم بين أوغاد، إنسان كريم نبيل. نبل ما. يعيش كرم الإنسانية، نبل الأخلاق، لكن يعيش بين أوغاد باسترز. هذا وغد أيضا. وهو يفرح بهذا ويعمل على أن يوسع دائرة الأوغاد، هو وغد من الأوغاد. صحيح؟ لذلك لكي تعيش نبيلا عليك أن تطلب النبالة للكل، لكل الناس. إياك أن تستوغد أحدهم، إياك أن تهين كرامة أحدهم، صحيح؟ إياك أن تفعل هذا وإلا كنت وغدا مثلهم. هذا الإنسان يا إخواني، وهنا تجد نفسك كإنسان حر ونبيل وكريم. لذلك إخواني كل المعاني الإنسانية الطيبة، ونحن نحب الإنسان ونلتزم بالإنساني، وجوهر الإنسان أخلاقي دائما، جوهر الإنسان أخلاقي دائما، من شاء أن يتقاطع معه أهلا وسهلا، من ديني، من سياسي، من كذا. واحد يقول لي أخرت الدين على الأخلاقي، أخرت الدين على الإنساني، حنجيب عن هذا، انتبهوا، بترصدوا، حنشوف الجواب. لأن الدين ما جاءش لكي يكون لملائكة السماء، الدين جاء للأرض، الدين من السماء، لكنه لنا وليس علينا، لنا، إن لم يخدمنا ويهنئنا ويسعدنا ويحررنا لا حاجة لنا به. على فكرة الآن هناك في لمحة يخضع إيجابية في مشوار الإنكار. أنا أتفائل أحياناً بإنكار بعض الشباب والشابات لشيء من الدين أو للدين حتى، لكن أي دين؟ دين الكراهية، دين الحقد أيها الإخوة، دين تحريم الطيبات، دين تحريم، دين التعنت، دين الحزبية والعصبية، دين الانغلاق أيها الإخوة، دين المحدودية في الأفق، دين الصغار النفسي والفكري والعقلي والمعرفي. أقول الكفر بهذا الدين إنقاذ للدين، أي والله الكفر بهذا الدين إنقاذ الدين، جريمة ومصيبة أن يقال هذا هو الدين ونصادق على هذا، لأننا نلز الناس لزاً بعد ذلك أن يكفروا بهذا الدين، أليس كذلك؟ هو هذا. فهذا الإنكار بحد ذاته إيجابي، لأنه قد يكون على البحث، قد يقود على البحث عن الدين الحق. فإن لم يكن هذا الدين، هذا الذي يستحق الكفر به، إذن ما هو الدين الذي يستحق الإيمان به؟ ابحث عنه هذا، ابحث عنه، موجود بفضل الله عز وجل، دين الله تبارك وتعالى، دين لا يعيش عليك، أنت تعيش عليه.